مساء الخير عليكم، استنوني في اول حلقه بعد رجوعي من دبي من تغطيه معسكر النادي الاهلي المقام في دبي من يوم من يوم 27 نوفمبر ليوم 7 ديسمبر. يا رب تكون التغطيه هناك عجبتكم، ونكمل معاكم طبعا كابتن محمد عباس من هنا. وقتها بنغير تيابنا بنكون كلنا بالزلط قدام بعض. ها تيجي نعمل سباق مين بيشلح اسرع؟ اكيد انا هذا بق خلص. مين عنجد؟ شو الفرق بين الايد والصدر والمنخار والعيون او ده عالم صايعه يا. اوضح الدكتور نور الدين ان بحيره ناصر تعوض عن نقص منسوب المياه. يا جماعه معلش انا اسفه جدا، انا لسه صاحي من النوم النهارده فيمكن مخرج الفاظي ملخبطه، اعتذر لكم يعني. عن منسوب المياه في حاله الفيضان الشحيح. تعالوا اقول لكم بقى زي النهارده كان في ايه في مصر وفي العالم، وفي فقره زي النهارده هنشوفها ونرجع نكمل تاني، وعندنا اخبار ايه كمان هنشوفها بعد فقره زي النهارده. يسعد لي مساكم. في مقولة تقول مو وقتك على فكرة. رب عيالك الله لا يسيئك اسكت. شهدت مواصل التوقع الاجتماعي الإعلان عن حملة لمقاطعة شراء الأسماك بسبب ارتفاع أسعارها إلى مستويات مبالغ فيها، لافتين إلى أن الحملة ستنطلق غدا السبت وتستمر على مدى أسبوع. شهدت مواصل التوقع في الولايات الذين يتم تعيينهم مع مراعاة إذا نمر إلى التقرير. الطفولة وأيضا مدام لمياء في أغنية مكاري مع الفنان القدير سعد عبد الله. مكاري. بالعودة إلى الأخبار المحلية وردنا قبل قليل أنه تعقيبا على السجال الذي أطلقه النائب محمد كبار ضد وزير الداخلية نهاد المشنوق، أعلن رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد سنيورة أن مواقف النائب كبارة لا علاقة لتيار المستقبل بها ولا تعبر عن رأي الكتلة. وأكد سنيورة أن المشنوق يمثل تيار المستقبل في الحكومة وهو يمارس مسؤوليته في ضوء هذا التمثيل، ويحظى بثقة الكتلة ودعم الرئيس سعد الحريري سواء بالنسبة للإجراءات التي هي محل اعتراض النائب كبارة أو فيما خص السياسة العامة. طيب في حاجة تانية عندك يا أسماء؟ في عندنا وقعة طريفة تانية. احنا عندنا قاضي موبايله اتسرق جوه اللجنة. يفرحوا ولادهم. لا هو شاممني عشان انا عندي كلب، انا عندي دودج، ربنا يخليه لي يا رب. مهم منى، اذا استمعنا واياك الى النائب سليمان فرنجي وطلال ارسلان، كانت الجلسه رقم 11 للحوار، تفضلي التفاصيل معك مباشره من المجلس النيابي. من عين التين جيسيكا، هذه الجلسه 11 تعقد في عين التين، وهي المره الثانيه الذي يعقد الحوار فيها في عين التين. اذا انتهت الجلسه قرابه الساعة الثانية بعد الظهر، وحدد الرئيس بري جلسة مقبلة. ما بيشرفني شوف منظر اليوم. ليك منظري أنا، ليك منظري مثل عساكر نابليون جايين من وترلو. بلا شعر. بلا شعر؟ مش عاملة شعرات. أحلى جمالك وشعر أحلى. طيب تشوف صورتي شوف، ليك شعراتك فين؟ الصوص المنتوف. لأنه هشام تأخر تأجى. وانا كنت مشغوله تا ما لحقت اطلع ظبطهم. ليك كل يوم بدنا نغض النظر. ها وي هلا المهم اعتذر على التاخير، بدي اعتذر على منظري. في حدا يبعث لي السبراي بليز؟ مين في حدا ينول لي شي بودر؟ مان هالقميص وراي مش معقول، هيدي عم تبين هلا؟ عم تضلك قاعد وقت على الهواء؟ مش مثل الشرطة، مثل هاي شو اسمها اللحسة اللي بحطوها على الحجرة. لك الجاكيت شي بهدل على الآخر. ما طلعت لقيت البدلة محطوطة بطريقة مثل علكة يعني، عرفت؟ ايه. إذا هو حاطط عوينات وأنا رح حط عوينات. إذا هو حاطط
انا رح احط عوينات معقوله هو بنزل كذا جوستين ما تحط العوينات لو شو ما كان كيف ببين ذكي اكثر مني ما هي انت فرجيني تشوف رد علي الكاميرا تشوف مهضومه قدام بعدين عليك الوانها مهضومه ايه مثل الفستان ايه فرجيني الفستان تشوف اللي اقرب لك شوي هيك كده العالم العرب عم يحضر هيدا الديتي سوى تاني من الاب لاني مش مبكى الاخر زر ما عارف شو القصه هلا جلسه نسحانه احلى احلى خلص هاي ما عم بفهم الوقت كنت معنا من دير الزور مراسل الحدث أصدر المركز الدولي يعني بالحق في حاجة لازم أقولها أنا ما شفت صورتك كده أنت شبه فاطمة رشدي مفروض تمثلي أو اسمك عاشل بس أنت لحظة قشطة خلينا في موضوعنا بقى اللوبي كده هتاكل الجو عودة للشأن المغربي ألو عسلامة عسلامة أخويا مرحبا بيك شنو الاسم؟ معك رؤوف بوسالم رؤوف مرحبا بيك من فرنسا هكا بوسالمي أي تقوليش من بوسالم بوسالمي أها من جبة؟ أي أها سي مرحبا بيك خويا مرحبا بالله انا حبيت نتكلم كلمتين على مدينه جبه وقبل ما نتكلم على مدينه جبه باش نكلمك عليك انت خاصه باش راك عمرك 60 سنه ولابسه ميني جيب راه ما يجيش هذا ولا يا عمري ما تجاوزتش ال 30 سنه مازلت ما خلطتلهمش وثاني حاجه هذه حاجه ماهيش موضوع الحصه يظهر لي كان تدخل في موضوع الحصه خير ترم روحك يا قناه 7 يا كلوشاره ما له خصمه معناتها مستوى بيقولوا ما متت بس ما شفت مين مات تا
طريق المخدرات ما بتودي إلا لنهايات مأساوية. وصلنا لنهاية حلقتنا، إن شاء الله نكون قدرنا قدمنا لكم المعلومات الكافية مش لتعرفوا، لا تتوقوا. بنشوفكم سوا بحلقة جديدة. شرد مني دليلي، شرد مني دليلي وولفي صاحة. صح. شرد مني دليلي وولفي صاحة وعرف حب الحقيقة. والفصاحة. والفصاحة النبط والشعب يلطم. والفصاحة إذا حطيت عقلي ويا البديع. الله. شلون غير إحنا أهل الشعر. الله قوم قوم بصالح لو سمحت. قوم بعد القصيدة اللي في الجبهة. قوم بصالح. خلنا الأخ الصديق زكريا الزروالي كان خدمه بتعجيد أن العائلة ديالو الله يسترهم. وثق هذا الصيف ربورتاج عزيز الزروالي. من غرائب المشاهد التي يمكن للمرء أن يصادفها بشواطئ هي وجود لوحة تحذيرية مكتوب عليها شاطئ خطير ممنوع السباحة، وسط الشاطئ ملآنة بالمصطافين والكل يستمتع، وصورة من شاطئ وادي قم قرب تمارة. كان جيو لنا شاطئ نقي والمياه ديالو صالحة للسباحة، هي المشكلة أن الناس الأغلبية ما عارفينش بأنه الشاطئ غير محروس. وأنا كنت منا من وسائل الإعلام توعي الناس بهذه المسألة. احناش ما عرفناش حتى نجيو ليه حيت كنشوفوا الاقبال عليه كبير والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعه، على ان نلتقي عبر شاشه قناه ثبات اللبنانيه في مثل هذا الموعد من كل اسبوع. وقبل ان اقول لكم دمتم في حفظ الله وامنه، اسمحوا لي اخرج برا النص واقول لزوجتي كل عام وانت بخير. سنتين عدوا علينا ما اعرفش عدوا ازاي، عدوا هوا. شكرا انك زوجتي وشكرا ان ليا بنت منك مريم، بجد ربنا ما يحرمنيش منك. مشاهدينا اعتذر عن هذا يعني الخروج عن النص، ولكم التحيه مره اخرى. محمد الجارحي. الشيء الاكيد انه مراعاه مساله طبيعه الحياه كثير بتاثر. هي كان حين هلا كان حين لا 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 يعني اليوم اليوم مش عارفه شو صاير الصراحه يعني الشيء الاكيد انه لا يعني اليوم مش عارفه شو صاير. زلغوطة خاصة من عواطف ويلي ليلي 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 لي ليش لا نورة شو هالزلغوطة هيك بالزلغوطة عواطف لا أنا عواطف حد بلشيلي ما بس اخر الزلغوطة ولي يلا بنكمل نحن على الهوا. اسبيرانسا بدي اتمنى لك تولدي بالسلامه، ناتالي بدي اتمنى لك تخطبي وشي شاب يجي ويقشك. نورا بدي اتمنى لك تتزوجي ونفرح منك قريبا، برجع بقول لك زلغوطه جديده ولي ليلي 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 لي ليش رح نتوقف مع ريبورتاج عن الريبورترز لان الشغل مدني وقاسي ومنوجه لهم تحيه. رح نشوف مع الريبورترز كيف عيط لنتابع تحديدا الى متى ستستمر هذه الموجة الماطرة. اتمنى السلامة اولا لاحلام، انا اؤكد لكم انها قامت بحمد الله. برأيك ضحكتك اغرب او ضحكة دلافمان اغرب؟ تعرف مين هو دلافمان؟ هو رجل الضحك الامريكي نيل شهرة كتير واسعة وحضروه على يوتيوب 18 مليون مشاهد. شوف يو
ايه 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 ايه